انا النهارده كنت متحمس قوي ان انا اروح المدرسه. وانا كمان ايه الاول. ده انت اللي بدات الصوت ده انت. انا هقول البس إيه عليك. في حد انا جاي تعالى نشوف. تعالى نشوف ايه ده. ايه ده؟ ايه اللي بيحصل ده يا جماعه؟ في ايه؟ تعالكوا ليه بس؟ اهو اهو ليلى وتامر جم. هما بقى اللي يحلوا المشكله. تضربوا بعض ولا ايه؟ اسكتوا. استنوا يا جماعه، المستر هيجي وهيزعق لكم. مش فاهم انتوا بتتعاركوا ليه. هو اللي عمل كده. انا كنت بهزر على فكره. ايه بس اللي حصل يا روز؟ مش عارفه، انا جيت لقيتهم بيتعاركوا. بقول لهم في ايه؟ مش هتيجي يقولوا. انا احسن منك على فكره. انت فاكر نفسك احسن مني ولا ايه؟ لا انا بنزل اشوف كده. المستر هيجي وهتحصل مشكله كبيره. طيب انا هنزل اشوف المستر. اهدوا بقى يا جماعه شويه. يا رب يهدوا شويه. مش عارفه بيزعقوا ليه. مش عارفه بيزعقوا ليه بس. ايه ده تامر؟ هو لسه ما دخلش الفصل ولا ايه؟ ده السبب. ازيك يا حاضر؟ احنا قاعدين اهو. حاضر دقيقه واحده. انا رايحه اهو. يا جماعه اهدوا. المستر جه. طيب انا هقول للمستر عليك وهتشوف بقى. انا ما عملتش حاجه غلط عشان اخاف. طب انا مش قاعد جنبه. ايه رايكم بقى؟ طب خلاص اقعد جنبنا. ازيكم يا اولاد؟ عاملين ايه؟ كويسين يا مستر. الحمد لله. كويسين يا مستر. النهارده هنبدا الشرح. انا كنت سامع صوت حد بيتعارك. انتوا قلتوا حاجه؟ لا ما قلناش حاجه خالص. طيب يلا نبدا الحصه. خلاص يا جماعه الجرس ضرب. يلا روحوا على البريك. هي الحمد لله. يا جماعه انا مش عارف بس هم زعلانين من بعض ليه. وانا كمان يا تامر. انا هروح اساله. اوكي ماشي. يا سعد، هو انت ليه متضايق من عمر؟ مش فاهمه. عشان شد الشنطه مني وكان هيقطعها كمان لولا ان انا مسكتها بالعافيه. كل ده بس عشان قلت له هات المصاصه. ايه الانانيه دي؟ طب ما هو اللي غلطان. طيب انا هروح اقول له. يا عمر. ايه يا ليلى؟ نعم. انت ليه عملت في سعد كده؟ على فكره هو قال لي الحكايه كلها وانت الغلطان. هو اللي بدا. طيب خلاص روحوا اتصالحوا. خلاص ما تزعلش مني. طيب انا سامحتك. الحمد لله اتصالحوا. الحمد لله المشكله اتحلت.